اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. النهارده ترند اونلاين هيركز اكتر على استعدادات منتخبنا الوطني امام المنتخب الليبي الشقيق في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم، عشان نعرف تفاصيل اكتر ونشوف ازاي ليبيا بتستعد لمباراه مصر، خاصه ليبيا في هذا التوقيت بتتصدر المجموعه، وبالتاكيد منافسه قويه جدا، ومباراتها مع مصر هتكون مهمه جدا بالتاكيد في استاد برج العرب. لذلك اذهب مباشره عبر ترند اونلاين عبر سكايب مع الزميل العزيز الاعلامي الليبي الاستاذ مراد دخيل، الصحفي والاعلامي الليبي. استاذ مراد، مساء الخير على حضرتك، وبسعد بالتاكيد بوجودك معنا عبر شاشه قناه الاهلي. بارك الله فيك محمد، اكيد تحيه ليك ولكل مشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي، شكرا ليك اكيد على هذه الدعوه، وانا سعيد ايضا بتواجدي معك اليوم. طيب، فرصة طيبة بالتأكيد وجودك معانا لأنك قريب الصلة من الاتحاد الليبي والمنتخب الليبي بشكل كبير جدا، وتقدر تقول لنا كيف يستعد المنتخب الليبي لمباراة مصر، وخاصة أن الجزء التاريخي كمان، لو رجعنا للجزء التاريخي، يمكن ليبيا مع مبارياتها مع مصر في تصفيات كأس العالم أو تصفيات كأس الأمم بتبقى مباريات صعبة جدا والنتيجة بتبقى قريبة، فتقدر تقول لنا الجزء التاريخي مع كمان استعداد ليبيا لمباراة مصر. صحيح، هو بالنظر لهذه المباراة محمد، مباراة ليبيا ومصر هي ديربي قبل كل شيء، بعيدا عن أي حسابات، بعيدا عن أي خلينا نقول اعتبارات، ليبيا ومصر سواء كان مباراة ودية أو مباراة رسمية في مختلف الواجهات، سواء كانت الدورات العربية وحتى في تصفيات كأس إفريقيا وأيضا تصفيات المزدوجة، دائما ما يكون هذا اللقاء يحظى بمتابعة سواء كان إعلامية سواء كان متابعة أيضا جماهيرية وكذلك متابعة حتى فنية لكلا المنتخبين، الكل يراقب مصر وأيضا في مصر الكل يراقب ليبيا. نعرف اليوم أن التحضيرات بدأت لكلا المنتخبين، كلا المنتخبين يقيم معسكر إعداد وأيضا حتى استعدادات لهذه المباراة. مصر نعلم جيدا بأنها تحضر لليبيا بمواجهة ليبيريا وديا، ايضا المنتخب الليبي اكتفى بمعسكر اعداد قصير في تركيا وتحديدا بمدينه انطاليا التركيه اللي تحول لها قبل ايام قليله، لن يخوض اي مباراه وديه بالنسبه للمنتخب الليبي. المدرب الاسباني خافير كليمنتي اعلن القائمه الخاصه بهذه المباراه او المباراتين، مباراه الذهاب وايضا مباراه العوده، لم تحمل اي جديد ولم تحمل اي مفاجات بالنسبه للقائمه. اللاعبين هم نفسهم الذين خاضوا لقائي الجابون وانغولا. منتخب مصر هو الاخر كارلوس كيروش اللي تولى زمام الامور مؤخرا، رغم ان حسام البدري سار بالمنتخب المصري اعتقد على احسن ما يرام، خصوصا انه لم يخفق في اي مباراه، تعادل لكنه لم يخسر طيله توليه المهمه، لكن الاتحاد المصري او اللجنه الخماسيه رات بان كارلوس كيروش الثلاثيه المدرب الثلاثيه كانت خماسيه وبقت ثلاثيه وان شاء الله يصبح اتحاد منتخب ومجلس اداره كامل متكامل يا رب. عموما ان شاء الله، فكيروش هو مدرب يعني برتغالي، اعتقد محمد هو البرتغالي الاول اللي يشرف على تدريب المنتخب المصري تقريبا عبر التاريخ، لم يقود منتخب مصر مدرب برتغالي، مدرسه مختلفه، لديه خلفية ودراية بالكرة الإفريقية سبق وأن درب تقريبا جنوب إفريقيا، لكن كيروش أعتقد بأن من خلال المؤتمر الصحفي أثناء تقديمه كمدرب للمنتخب المصري وأيضا من خلال حتى التصريحات اللي بالأمس، الرجل يبدو متخوف، الرجل يبدو بأنه في محك صعب وصعب جدا وتحت ضغوطات كبيرة سواء إعلامية وأيضا حتى جماهيرية. المطالبة بالفوز على المنتخب الليبي هي مطلب وحيد ولا بديل فيها ربما للفوز بالنسبة للمنتخب المصري من أجل العبور إلى كأس العالم. خلينا نذكر وربما نذكر شيء تاريخي، وانت طلبت مني شوية تاريخيا وممكن ننكد عليك في الأمسية محمد، أن يوم 8 أكتوبر في 2004 ليبيا حققت الفوز على مصر في ملعب طرابلس الدولي بهدفين مقابل هدف، ذات التاريخ وذات اليوم ولكن ليس ذات المكان، ربما المكان هو اللي حيحدث الفارق هذه المرة. في التصفيات المزدوجة في 2004 مباراة الذهاب اللي لعبت في ملعب طرابلس، واعتقد مباراة شهيرة وما زلتوا تتذكرون هذه المباراة الشهيرة اكيد بهدفي نادر كارا واحمد سعد، وبعد ذلك
تفوقت مصر في مباراة العودة. فالعامل التاريخي اليوم يعيد نفسه من جديد، يوم 8 أكتوبر 2021 تعود مصر لمواجهة ليبيا، وهذه المرة في الأراضي المصرية. أكيد أيضا آخر مباراة جمعت المنتخبين كانت في الدورة العربية بالقاهرة في 2007 وانتهت بالتعادل السلبي. لكن من كمان من النقط الايجابيه يا مراد، يمكن في كاس الامم الافريقيه يمكن كانت اخر مواجهه بينهم في البطولات المجمعه، منتخب مصر اعتقد يومها فاز بثلاثه اهداف مقابل لا شيء، البطوله نظمتها مصر عام 2006. صحيح، ذلك المباراه اللي كانت ايضا في ملعب استاد القاهره وحضور جماهيري كبير، والنسخه اللي استضافتها مصر في تلك الفتره في مجموعة جمعت ليبيا ومصر وأيضا كوديفار والمغرب، مجموعة نارية أعتقد، وفي تلك الفترة كان التفوق للمنتخب المصري. لكن ذكرت المباراة اللي تزامنت مع هذا التاريخ اللي هو يوم 8 أكتوبر 2004 وكانت في تصفيات كأس العالم فعلا، وأيضا التصفيات المزدوجة، وأيضا المباراة الأخيرة اللي جمعت المنتخبين. عموما لغة الأرقام ولغة خلينا نقول الحسابات باتت لغة خلينا نقوله ما تقدمش أي إضافة ولا تعني شيء في كرة القدم الحديثة والعصرية. نعرف بأن في مفاجآت عديدة في كل المباريات، سواء كانت على صعيد القارة الإفريقية وأيضا حتى في صعيد أو على الصعيد الأوروبي. أعتقد بأن لغة الميدان هي اللي حتحسم وحتكون هي الفيصل، وأكيد اللي مركز واللي مجهز جيدا لهذه المباراة هو اللي حيفوز. ليبيا حتلعب يعني ممكن بأريحية أكبر من المنتخب المصري، وهذه نقطة إيجابية بالنظر للست نقاط اللي حصدتها في أول جولتين من التصفيات المونديالية. طيب نعم. آخر سؤال يا مراد، وهو في جزئيتين، الجزئية الأولى مباراة الجولة الرابعة في بنغازي هتكون بحضور جمهور ولا بدون حضور جمهور؟ والجزئية الثانية، معسكر منتخب ليبيا هل في كل اللعيبه موجوده ولا عشان فريق الاتحاد واهلي طرابلس عاملين معسكر في مصر فاللعيبه مش موجوده كلها مع المنتخب الليبي في معسكر تركيا؟ لا لا، هو بخصوص المباراه بالجمهور او من غير، اعتقد بان الاتحاد الليبي لكره القدم يسعى بان تكون المباراه بالجمهور، لكن قبل ذلك طلب اقامه المباريات بالنسبه لمباراه المنتخب الليبي مع الجابون، وايضا مباراه الاهلي طرابلس مع فريق حي الوادي نيالا السوداني في تصفيات الكونفدرالية الأفريقية، ولكن لم يوافق الكاف على هذا الطلب. أعتقد بأن الطلب سيتجدد، ولكن الكاف أتصور بأنه سيحاول قدر الإمكان بأنه يخرج بهذين المباراتين إلى بر الأمان وبأخف الأضرار. نعرف بأن اليوم بنسبة كبيرة كلا المبارتين ستكون بدون حضور جماهيري، وأعتقد بأن هذه نقطة إيجابية بالنسبة للمنتخب الليبي في مصر، وأيضا إيجابية للمنتخب المصري في ليبيا. نعرف بأن الجمهور الليبي لو سمح الكاف بتواجد الجمهور في الملاعب أو في الملعب ملعب شهداء المدينة ملعب المباراة فحيتواجدوا بكثرة، لكن أتصور بأن كلا المبارتين ستكون بدون حضور الجمهور. بالنسبة لمعسكر المنتخب في أنطاليا، القائمة حتى اللاعبين اللي من ناديي الاتحاد والأهلي طرابلس اللي تمكنت يقيموا في معسكر أعداد في القاهرة، اللاعبين الذين تم استدعائهم بقائمة المنتخب تحولوا مباشرة إلى معسكر المنتخب واعتذروا عن أنديتهم، سمحت لهم بأنهم يكونوا موجودين مع المنتخب، كون أن المباراة الأولى أو المباراة القريبة من اللاعبين هي مباراة ليبيا ومصر قبل المباريات الإفريقية، سواء بالضبط اللي حيواجه فيها الترجي التونسي وأيضا الأهلي طرابلس اللي حيواجه فيها بشارة التنزاني، فكل اللاعبين موجودين باستثناء اللاعبين اللي ينشطوا في دوريات عربية وأوروبية وعندهم التزامات، زي ما تعرف بأن القانون يسمح لهم بفترة زمنية معينة أكيد أن يكونوا متواجدين أكيد في المنتخب. الزميل الإعلامي الليبي والزميل العزيز مراد دخيل الصحفي الليبي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وبالتأكيد بنستنى إن شاء الله تكون مباراة طيبة ما بين الشقيقين المنتخب المصري والمنتخب الليبي في تصفيات كأس العالم الجولة الثالثة والرابعة. شكرا جزيلا ليك. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونشوف في السوشيال ميديا واللي اتكتب على الأهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.